السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. والوصفة ديالنا اليوم كتصلح البشرة، المكون ديالها هو الخيار. حنا كنعرفوا الخيار راه كيفتح، كيحيد ديك الكحولة كاع اللي في الوجه، الحراق إلا كان الوجه محروق كيصفيه. اليوم حنا كتصلح لينا هاد الوصفة الهالات، هي كتصلح للبشرة كاملة ولكن بالضرورة الهالات اللي كيكونوا حول العينين، ديك الكحولة اللي كتكون دايرة بالعينين. عندنا نص خيارة غادي نحكوها، أنا هذه هي الطريقة ديالي باش كناخد الماء، فقط نص خيارة حكوها مزيان في ديك المحكة دخيزو، هيا صافي غير نص خيارة اللي عندنا. سميتو كنشبرو كنعصرو في واحد الصفايه حتى كناخذ الماء، كنحصل على الماء هو عندي في الكاس. كاين الحامض، عندنا جوج المعالق د الخيار كما قلت لكم راه حصلت عليه، غير بقيت كنتكيفيه في الصفايه حتى تصفى الماء. وعندنا ليمونه حامضه، ماشي ليمونه حامضه، عندنا جوج المعالق د العصير د الخيار وجوج المعالق الليمون الحامض فقط. هي عندي جوج معالق عملتها في الكاس، وغادي نزيد عليها جوج المعالق د الليمون. عرفتوا الليمون حتى هو كيفتح، حتى هو كيحيد ديك الكحوله. ها هما جوج، ودائما كنقول لكم الوصفه مع المداومه ماشي غير مره واحده. هو عندنا هو الخليط، هو خلطته مزيان، كنشبرو كنعملو في ديك هادوك القطينات اللي كيكونوا ضواور ديال المكياج، هادوك كنعملوهم اما كنعملوهم على العين كامله اولا غير نص دائره، غير النص بحال ما هكذا، وكنحطو على تحت العين. ومن الاحسن انا كنقول وحده تكة وتعمل هاد الضواور على عينها فازقين بهاد السائل، والسائل تكونوا خرجتوه من الثلاجه بارد يوميا، وراه كيبقى في الثلاجه واحد 3 ايام راه يبقى مزيان يوميا تعملوه. الا ما مثلا جاكم العكاز وبغيتوا لا تحكوا لا والو، كاينين دابا هاد الخيار ضواور كنشبروا المشك فورشيط وكنبقى كنتكي عليه حتى كيخرج ديك الماء ديالو، كيكون عاود بارد، كنحطهم في الثلاجه ونعملهم على العينين لمده 10 دقائق. ومن بعد كنغسلوا الوجه ديالنا. دائما هاد العمليه تكون في الليل، ساهله ما فيها حتى شي حاجه، نمسحوا الوجه منين نغسلوه ونعملوا زيت اللوز الحلو حتى للصباح عاد نغسلوه. راه مع المداومه البنات ما كتبقاش ديك الهالات حول العينين. هاهي دابا ما هو غير خيار ساهل ما فيه حتى شي حاجه، قطعوه. وبغيتو هالطريقه بغيتو الطريقه الاخرى نتوما واللي بغيتو، غير المهم من مور العمليه ديال الخيار عملوا زيت اللوز. وهاد الطريقه ديال الضواور تصلح اللي عندها مثلا حساسيه من الليمون الحامض تعمل هاد الضواور، واللي ما عندهاش تعمل هذاك الخليط ديال الحامض ود الخيار. كنتمنى هاد الوصفه تعجبكم وتجربوها، وراها مفيده ومع المداومه كتزول الهالات ديك الكحوله اللي دايره بالعينين. شكرا والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله.